فل حوالين رقبتها يبقى كأنه ألماس. انت شايفه كده؟ وانت مش شايف جامر دي بيضه وعينيها خضرا. سامع يا معلم فرغلي؟ راضيني والنبي. راضيها والنبي يا معلم عشان خاطر خرج على الحلاوه. ايه ده؟ ايه حلاوتك دي؟ يا لهوي ربنا يخليها لك. مبسوطه مبسوطه؟ ايه الكروانه؟ هات انا اشتريتهم مني كلهم. انت كنت فين يا بنت مدوخاني وراكي سبع دخان؟ انا اهو. اركبي اركب روح فين؟ ما ينفعش. هتركبي يا بنت هو انا هخطفك؟ يلا عايزاكي في مصلحه. خش اطلع يا استفاوي. على فين ان شاء الله ست كروان؟ على البيت عندي، عايزه اتكلم معاها كلمتين على رواق. قلقانة ليه؟ ربنا يهديكي وتخلصي المسألة اللي أنا عايزاكي فيها. أنا تحت عمرك يا ست الهواني. ست الهواني من إيه؟ قولي لي يا نعناع، قولي لي يا كروانة. اللي تشوفيه. من الآخر كده عاوزاكي معايا، بدل بهدلة الشوارع وقلة القيمة والشحطات اللي أنتِ فيها. شغالة يعني؟ ما ينفعش في الشغلانة دي، لا أرضى بيها ولا هي ترضى بيا. حكم. شغالة إيه؟ وأنا برضه هرضلك إن أنتِ تشتغلي شغالة؟ الشغاله هي اللي كانت واقفه جنبي دلوقتي اللي اتقبصت سندوتش دي. ايوه. طب بس اللي كنت فاكراها من اهل البيت. طبعا عندك حق، لان كل اللي بيشتغلوا معايا قشرتهم بتبقى معدن وعالي العال. امسكي، انا عاوزاكي تشتغلي معايا في الافراح والحفلات. شغلتك عينك عليا طول الوقت وتخلي بالك مني وتساعديني في الحاجات الخاصه بتاعتي. اشمعنى انا يعني يا ست نعناع؟ ما في غيري كتير. من الاخر كده وشك حلو عليا، واليوم اللي بشوفك فيه بصهل للاخر سهلله. وخلي بالك هنغنغك وقشيتك معايا هتبقى معدن وهتبقي واحده من اهل البيت. الا قولي لي انت ساكنه فين؟ ها؟ ساكنه؟ ايه مش عارفه؟ لا ساكنه. اه فهمت، ولا يهمك، كل الدبر. ان شاء الله تسكني معايا هنا. هنا؟ هنا فين يا مدام؟ هتقعد فين؟ هي الشقة ناقصة؟ الله يسامحك، المفروض عليك عشان انت زي أمي الله يرحمها. أمك؟ هو أنت اللي زيك ليه أم؟ أم سيد. وبعدين؟ ورقي أمي. على فكرة هي تبان كده رزلة، بس والله العظيم ما في أطيب منها، دي معايا بقالها 20 سنة. ها؟ وأنت قلتي إيه؟ أفكر أرد عليكي. ملوش لازمة التفكير. مفيش حاجة ملهاش لازمة يا ست نعناع. لازم افكر، وبعد ما افكر اقعد افكر تاني. اه لازم ادبر اموري واحسب حساباتي كويس. وهتردي عليا امتى؟ قريب ان شاء الله. مبسوطه؟ مش عايزه الف عليكي في الشوارع. مش هتلفي. طب قولي لي تعرفي توصلي البيت لوحدك؟ لا، هجيب لك ورقه وقلم واكتب لك العنوان. ام سيد هاتي لي ورقه وقلم. تفتكر عاطف الخبر بتاع خناقه اللعيبه؟ عاطف ربيع فين؟ يكون نزل في الجرانين. اه هينزل للادي. طب ما احنا للادي اهو. لا يا انت مش فاهم، الجرايد بتاعت الصبح بتنزل بالليل والجرايد بالليل بتنزل الصبح، يعني الخبر هيتنشر في جورنال للادي اللي هيتنشر بكره الصبح جورنال السهم، فاهم حاجه؟ يعني بعد كل اللي انت قلته ده هينزل ولا مش هينزل؟ يا انت ما لسه شارح لك، انت غبي يا فرخ غبي. ازيك يا عم عاطف؟ ايه يا عم ده وقتنا عليك يا اخي. الله، انت مش واخد بالك مني ولا ايه؟ لا طبعا واخد بالي،
حضرتك الصحفي بتاع الكورة الصور بتاع الطيارة الحربية بتاع الطيارة الحربية بقالنا بقى ساعتين بنلف عليك أنا والأستاذ مراد ده مسؤول الصفحة الرياضية في الجورنال. أهلا وسهلا، تحبوا تدول بسبوسة؟ ما يضرش برضه، زي لنا 3 كيلو بسبوسة و3 كيلو كنافة. عناية وصاية. إلا قول لي يا أخ عاطف، أنت كان معاك كاميرا النهاردة في التمرين صح؟ صح. ودخلت بيها اوض اللبس ساعه الخناقه مظبوط مظبوط وصورت الخناقه. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ ما تيجوا دغري. احنا عايزين الفيلم اللي صورته في الخناقه. لا الموضوع ده مش في ايدي. مش انت اللي صورت؟ بس الكاميرا مش بتاعتي والنيجاتيف كمان مش بتاعي. الموضوع في ايد الراجل الطيب الغلبان المحترم اللي واقف قدامكم ده. حضرتك اهلا وسهلا. حضرتي الله يخليك، ازيك يا عمنا؟ بص يا سيدي، احنا هنديك تمن الفيلم. لا يا باشمهندس انت فهمتني غلط، لا المساله مش مساله فلوس، احنا بس عايزين نفهم ايه العباره. انتوا داخلين كده ملهوفين على الخناقه دي ليه؟ الخناقه دي بسبب البنات، اتنين من نجوم الفريق بيتخانقوا مع بعض عشان البنات. وانتوا بقى عايزين تعملوا شغل. شغلنا كده بقى، هنعمل ايه؟ هات الفيلم. معلش يا باشمهندس مش هينفع، اصل الفيلم دوت ليا فيه صوره مع كابتن مصر الكابتن جمال، ولا يمكن افرط فيها. صورتك مع الكابتن جمال انا احمضها لك واطبعها لك 5 متر في 5 متر انت والكابتن جمال. طب ولزومه ايه الفضايح؟ اتنين لعيبه بيتخانقوا على بيت، الله حريم ستار. شوف يا اخ عاطف، انا اعرف اعمل بسبوسه؟ وناش عرفها. اكيد ما اعرفش، يبقى انت كمان ما تعرفش في الصحافه، يبقى كل واحد يخليه في شغله احسن. طب حضرتك ممكن تتعلم تعمل بسبوسه؟ ممكن. طيب انا كمان ممكن اتعلم ابقى صحفي. صدق شفت يا جماعه، يا جماعه بوس ايديكم، احنا عايزين الفيلم. امسك عطوفه. بصوا يا باشمهندسين، انا بتكلم عربي، الفيلم ده يخصني انا، يعني انا البني ادم الوحيد الذي يملك التصرف فيه، يبقى الكلام معايا بالصلاه على النبي. الفيلم ده في حاجه كل جمهور مصر عايز يشوفها. خلاص خلاص 100 جنيه يا عم. بيقول امسك عشان طلعت من الصاج. كمل. بيقول لك كل جمهور مصر عايز يشوفها. خلاص 150 جنيه عشان نلحق الطبعه الثانيه على الصوره الواحده. 150 جنيه على الصوره الواحده، والاستوديوهات بتاعت التصوير مليانه البلد وفاتحه لحد نص الليل، يعني نص ساعه بالظبط، وهتلاقوا الصور كلها معاكم وتختاروا منها اللي انتوا عايزين. ده لو انتوا عايزين الكلام اللي يحب. هو ايه ده اللي 150 جنيه في الصوره؟ ده لو السيد رئيس الجمهوريه بذات نفسه هو اللي كان اتضرب في الملعب، الصوره ما كانتش هتبقى بالثمن ده. ايه ده، حضرتك قد الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا، خلاص 100 جنيه وانا ما قلتش حاجه. ماشي، انت قلت عايز كام كيلو؟ 3؟ لا 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 خلاص بقى. لا ما خلاص، اللي بيطلع من الصاج ما بيرجعش تاني. اقرا الخبر، اقرا الخبر، خناقة الكروية واسبابها الغرامية، اقرا الخبر، اقرا الخبر، خناقة الكروية واسبابها الغرامية، اقرا الخبر. اللهم صل على النبي. والنبي انت ابن حلال يا سي احمد، ابن حلال مرتين، مره عشان شرط علينا الشرى المنوره دي، ومره عشان خلصت. التوفيق من عند ربنا يا ست مواطف. يا ريت كل الشبان زيك كده يا سي احمد. الحمد لله. الشاي يا اسطى. يد من عدم. الشاي يا سي الاستاذ. متشكر. اتأسفي يا احمد يا تغريب. هو انا عملت ايه غلط يابا؟ هو في حد بيعمل حاجه لحد من غير ما يبقى عايز حاجه قصاد منها؟ تاني يا مقصوفه الرقبه. بعد اذنك يا عم ربيع، ممكن اتكلم معاك كلمتين عشان تفهم الموضوع؟ اتكلم يا ابني، ما هي زي اختك. انا مش زعلان منك على فكره، جايز كلامك يكون صح بس مش مع كل الناس. هو
هو انت قاعده في البيت على طول؟ يعني ما بتعمليش مشاوير؟ كويس انك اعترفت. مش عيب اني اعترف. طب كنت وضح، اديني اشاره. امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ بس لسه بدري وبعدين خايفه. مني؟ لا عليك. اخويا عاطف، اسال عنه قبله وبعدين بقدر ظروفك واحوالك. صدقوتي ليه يا اختي؟ ما تسمعونا بتقولوا ايه؟ هو انت لازم تسمعي كل حاجه؟ كان بيعزمني على السيما مستريحه. سيما؟ المقر ممكن يكون جاهز ومفروش خلال اسبوع او 10 ايام بالكتير. المهندس اللي كلمت سعادتك عنه عمل معاهم شغل عالي قوي. انا شايفك مبسوط قوي من الولد ده. فعلا يا فندم، عملت له اختبارات كتير والنتائج كلها كانت ايجابيه. يعني ممكن يكون محل ثقه؟ اكيد يا فندم. على اساس ايه الثقه الكبيره اللي عندك دي؟ الفلوس اللي كسبها هو ابوه الله يرحمه بقى تخليه كلب وافي بيحرس صاحبه ويسمع كلامه. متاكد؟ التجربه هي اللي اكدت. قلت له ابوك يهاجر بره البلد نفذ على طول. لكن إرادة ربنا كانت أسرع بقى. في طاقة أكتر من كده. ده غير إنه ذكي وطموح وما يقدرش يخوننا، لأنه عارف إن أقدر أقطع رقبته في لحظة. وبعدين ولد أبوه كان بيوفر تمن باكل معسل عشان يعلمه. لازم يرضى بالنعم اللي هو فيها. وخصوصاً هتكون من واسع، هتكون بالملايين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا حضرة الصلع عبد المولى؟ أنا جاي لك في مصلحة تخصك. أنت مين وتعرفني منين؟ محسوبك رجب. رجب الفرخ. وأنت طبعًا عمنا الخير والبركة، ألم المرور كله. خير إن شاء الله، مصلحة اللي عايزني فيها، بس بسرعة، إن أنا لو غفلت دقيقة عن الطريق المرور ممكن يحصل له قفلة. لا ما تقلقش، خير إن شاء الله، مش هناخد وقت. بس قبل ما ناخد وندي مع بعض في الكلام لازم يبقى في بيننا عيش وملح يا حضرة الصول، ولا ايه؟ يلا بسم الله. ايوه بس انا لسه فطران. اتغدى الا ضاني ولا كندوز؟ انت عايزها ايه؟ انا باخد فكره بس. انا بنت عسل، كل على راحتك، على اقل من راحتك. ونستنى بقى عشان الكلام يحلى. ورالا فكرك يا حضره الصول الناس اللي سايقه العربيات دي كلها وراها حاجه مهمه؟ ابدا. وبعدين يعني لما تكون الناس دي كلها في الشارع امال مين اللي هيبقى في الشغل؟ الغلابه اللي زي حالاتي. كان الله في العون. انا بقى جاي لك عشان كده بالظبط. خير ان شاء الله. كل خير ان شاء الله. احنا ربنا رايد لنا حضرة الصول مع بعض لقمة عيش حلوة. ركز كده في الميدان، بص على الإشارة الحمراء اللي لسه مقفولة. مالها؟ شايف ايه؟ حمراء. ما انا عارف انها حمراء حضرة الصول، وانا قلت لك حاجة، انا بقول لك يعني ايه رأيك في الموضوع؟ العربيات متكربسة واحدة ورا التانية. الله ينور عليك. طب والنبي شايف العيال الغلابة والناس المسكينة اللي بتسترزق حوالين العربيات دي؟ ما دول الواغش. واغش ايه يا حضرة الصول؟ حرام عليك، ده عيال غلابة ومسكينة بتسترزق من العربيات، اللي رجله مقطوعة واللي عينه طايرة. بس خلي اللقمة الحلوة اللي نزلت جوف تفضل مطرحها. ايه المصلحة؟ أنا عايزك تراعي العيال الغلابة دي يا حضرة الصول. أراعيهم إزاي؟ وأنا بإيدي حاجة؟ ده أنا لولا الملامة كنت نزلت شحت معاكم. الله أكبر. ما هو ده بقى اللي أنا جاي لك عشانه بالظبط. خير، فسر كلامك.
الإشارة الحمراء، لما تبقى حمراء أصبر عليها شوية، طول بالك عليها حبتين، وما تستعجلش على الإشارة الخضراء، ما هي موجودة. وإيه الحكمة من كده؟ العيال الغلابة اللي بتسترزق حوالين العربيات ديت تلاقي فرصة تسترزق، وكمان الزبون يلاقي فرصة يطلع فيها الحسنة من جيبه، والحسنة بتعم وانت سيد العارفين. آه بس أنا في ظباط مش راح مني، كل شوية تفتيش ومرور. ساعة التفتيش والمرور شغلك 10 على 10 والإشارة بالثانية. والحسنة دي قد إيه؟ كام يعني؟ 5 جنيه مجمدة آخرة كل وردية، والخمسة جنيه بتزيد واستحالة تقل، ما تقلقش. ها إيه رأيك؟ اتكل على الله. نعم اتكل على الله، شوف شغلك وأولنا من بكره. ألف هنا وشفا. تعيش نخليها شوية؟ خليها.